ورا السلام عليكم. سلام، لاباس؟ لاباس بخير. حريص على انك تلبس القفطان. صح، طبعا اول شيء عطيتي تبرج لي الحمي حيت اول مره تنحضر هذا المهرجان في بلادي. والقفطان ديالي من مصممه اماراتيه سميتها ساره عبد الله، جايبه معايا من دبي. يعني لك تواجد ديالك في هذا المهرجان اول مره؟ اول مره عتي، والله العظيم عتي، تشوفي احساس زوين حيت اول مره تنحضر مهرجان في بلادي. يعني عرفتي الاحساس كيف؟ يعني حياتي كلها تنحضر مهرجانات في دبي، ابو ظبي، كان، بس هنا اول مره. I'm so happy. Yeah, thank you so much.